الدور على شريف بقى. ماله شريف؟ يلا شريف بينا. يا جماعه انا كنت في بيتنا النهارده اخر يوم ليه الاسبوع ده. الاسبوع ده ماشي، ده موضوع نكد. رايح حته ومسافر بكره، هتروح فين يا شريف؟ رايح دبي. دبي تعمل ايه؟ رايح دبي. رايح بدعوه كريمه جدا من قمه دبي للاعلام والصحافه العربيه اللي بينظمها نادي الصحافه دبي او دبي بريس كلوب. ده بيكون من او تقريبا هو اهم حدث سنوي للاعلام، اكيد برضو انت عندك فكره عنه طبعا، يعني من سنين. وانا كنت رحت قبل كده كضيف في بود فيست اللي هو مهرجان البودكاست المنبثق عن قمه دبي للاعلام، عشان البودكاست بتاعك، عشان بالبيجامه مظبوط. فالسنه دي بقى رايح بقى ايه كباره شويه. رايح بقى انه بيسموها ايه، كان ندوه، عاملين ندوه او حلقه نقاشيه عن جيل الشباب في الاعلام اللي هم احنا يعني المفروض. والذ حاجه ايه بقى فيها؟ شخصيات طبعا مرموقه جدا، دكتور ياسر عبد العزيز وشخصيات من الصحافه العربيه واللبنانيه كمان وهكذا. ومين اللي هيدير الندوه؟ مين؟ لما جبريل. الله الله، سلمني عليها قوي. حلوه قوي قوي، فمتحمس لانه سيبك بقى من الندوه والكلام ده، وطبعا حاجه اكيد لطيفه جدا وبرستيج حلو قوي لينا وكل حاجه، بس الاهم من ده انا دايما بروح الحاجات دي عشان اشوف يعني اتعرف على الناس طبعا، واعمل علاقات واشوف وتبني شوف الاعلام في الدنيا كلها واصل لايه ومين البرافو يا شريف اللي في الاعلام. اوف فيو لما كمان عندها بودكاست لطيف قوي، خرجها شويه من حته الاخبار النيوز ولايقه عليها، شايفه لايقه عليها وصوتها مريح وبتتكلم في مواضيع حلوه قوي، فبقى سلمي لي عليها كتير. الله يسلمك، وان شاء الله برضو حاول انا ابعت لكم فيديوز او حاجات ورينا كده. بقى الاجواء هناك ايه الجديد ومين الستارز على في الميديا في السوشيال ميديا. نعمل فقره على الموضوع ده حتى، نحاول نظبط نطلع لايف او حاجه. خلاص احنا مستنيينك.